تحت شعار من بغداد هنا دمشق اختتمت في بغداد فعاليات أسبوع الفيلم السوري بمشاركة 13 فيلم سينمائي ومشاركة نخبة من كبار الفنانين السوريين. هذا المهرجان طبعا خطوة مهمة لتوثيق مجالات التعاون الفني بين البلدين. كان على رأس المشاركين الفنان الكبير دريد لحام وأيمن زيدان، سلمى المصري، سوزان نجم الدين، باسل خطيب وآخرين، وتم تكريمهم من قبل وزير الثقافة والسياحة والآثار. إليكم تغطية ظهيرة الجمعة لهذا المهرجان. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشرقية. اليوم من أسبوع الفيلم السوري وتحديدا على صالة السينما والمسرح العراقي تم عرض واحد من أهم الأفلام السورية، وذلك بحضور العديد من الممثلين ممثلي الدراما السورية العمالقة. اليوم تم عرض واحد من أجمل الأفلام الذي يصف الواقع السوري والواقع العربي وتحديدا واقع الحرب. خلينا نشوف اليوم شنو صار تفاصيل أكثر، خليكم ويانا. مرحبا ست، طبعا انا جدا سعيده بوجودك اليوم على ارض بغداد، طبعا جدا احنا متشرفين بوجودك هنا. ستحكي لي شنو رايك بالمهرجان وبنفس الوقت هل انت سعيده بحضور كل الاعمال او بعض من الاعمال السوريه هنا على ارض العراق وعرضها بالسينما العراقيه؟ اكيد طبعا، يعني العراق وسوريا طول عمرهم بلدين توامين وشقيقين، ثقافيا، تاريخيا، حضاريا، فنيا. نحن بنحب كثير فن العراق، وتاريخ العراق مشترك مع تاريخ سوريا بكثير من الاشياء الحلوه والمره. فسعيده جدا بانه موجوده على هالارض الطيبه وموجوده مع هالشعب المحب جدا اللي ما بنشوف منه الا الحب الكبير وبنبادلهم بنفس الحب الكبير. وانبسطت كثير انه صار في بروتوكول بين سوريا والعراق لعله يثمر عن اعمال فنيه قادمه تكون مهمة بين البلدين، بتحكي عن أوجاعنا، عن أحلامنا، عن أشياء كثيرة. فنتأمل هذا الشيء إن شاء الله. هل لديك عمل جديد ممكن أن يكون مع الفنانين العراقيين أو مع الدراما العراقية أو الأفلام العراقية؟ والله بتمنى فعلا، وحتى بتمنى أحكي باللهجة العراقية، أنا بحبها كثير، بحبها كثير، عم بتعلمها هلا. فلسه لهلا ما في شيء، بس ان شاء الله في هذا ترابط بين سوريا وبين العراق، ونحن اهل ودائما في تقارب. والشيء الحلو انه يعملوا اسبوع للفيلم السوري لحتى نرجع نتواصل دائما من عبر الفن، نشوف تجارب بعض ونحضر نحن كمان اسبوع الفيلم العراقي لنشوف شو. على كل احلى شعار هو من بغداد هنا دمشق، ومن دمشق هنا بغداد. زي الست ان شاء الله راح نشوفك باعمال دراميه ان شاء الله هنا ببغداد ويا ممثلين عراقيين. ان شاء الله بتمنى. احنا طبعا نتمنى انه نشوفك باعمال دراميه. احب اسالك عن الفيلم اللي حضرناه اليوم، هل هو فعلا يمثل الواقع السوري او الواقع العربي؟ اكيد في شيء من الواقع السوري، الاحداث اللي صارت، وفي شيء من روح الكاتب، يمكن من معاناة الكاتب انه كمان توفت زوجته، فبتصور شيء من قصته. يعني هذا الواقع اللي موجود بالعالم العربي. يا دكتور اريدك شويه تحدثنا عن توقيع العقد وشون تم وشون جتكم الفكره. طبعا ضمن المبادرات اللي توجهت لإدارات السينما والمسرح هي اقامه اسابيع سينمائيه عربيه واجنبيه. يعني الان ابتدانا مع الجانب السوري وبعدها الجانب الايطالي والفرنسي، وواحده من هذه الاسابيع اردنا ان نفعل دور السينما عبر مسارين كما قلنا وحددنا. المسار الاول هو كيف نستطيع ان نستمر بديمومه الانتاج السينمائي، والثاني هو كيف نستطيع أن نستفاد من خبرات الدول المتقدمة سينمائياً عبر المشاركات، وهذه أهم البنود فيما يتعلق بالاتفاقية، أن نرسل مجموعة من الشباب، مجموعة من فناني السينما، وإقامة دورات تخصصية في هذه البلدان لتعميق هذا الجانب، إضافة إلى تبادل العروض السينمائية فيما بيننا وبين هذه الدول. بغداد الآن ضروري لها أن تعود إلى صف العربي والعالمي، وخصوصا فيما يتعلق بجانب الفنون. كم راح تكون مدة العقد؟ 3 سنوات وقابلة للتجديد. زين، يعني راح يكون اكو فنانين راح يتجهون من العراق لسوريا للتدريب على التمثيل، مو صحيح؟
أكيد. وقبل أن تكون هناك دورات للتدريب، الآن أقمنا أسبوع السوري في بغداد، وفي الأيام القادمة سيكون هناك أسبوع عراقي في دمشق، أسبوع سينمائي. بعد ذلك سنفعل بنود الاتفاقية عبر تبادل الخبرات والتجارب والورش. وبعد ذلك أيضا الفكرة الأكبر هو أن نقيم أو ننشئ فيلم سينمائي مشترك فيما بين العراق وسوريا. بدأنا على ما أعتقد منذ أوائل العام بالتنسيق لهذا الأسبوع، والحمد لله كللت هذه المساعي وهذه الجهود بأن تصبح حقيقة على أرض الواقع في النهاية. تشوف أكو أصداء جيدة يعني إيجابية بخصوص هذا الموضوع من ناحية المتفرج أو المشاهد العراقي أو السوري؟ طبعا حسب ما أراه هناك اهتمام كبير من الشعب العراقي حقيقة بمتابعة الأفلام السورية. هذا شيء مهم جدا بالنسبة لنا، هذا شيء نقدره ونثمنه عاليا. وحقيقة بعد أن لمسنا قدر الحب الكبير والمشاعر الجياش التي يكنها الشعب العراقي للسوريين من خلال زيارتنا نحن لبغداد حاليا، طبعا قلت هذه الحفاوة وهذا الحب الكبير الذي لقيناه كان شيء حقيقة منقطع النظير، ونعجز عن إيجاد الكلمات التي تعبر عن كلمات الشكر لهذا، ردا على هذا الحب الذي لقيناه. كثير سعداء انه اليوم موجودين في بغداد، سعداء اكثر انه بعد سنوات طويله من الحرب على سوريا وفرض حصار على معظم الاعمال السينمائيه السوريه، بغداد تفتح ذراعيها وتفتح قلبها لاستقبال مجموعه من الاعمال السينمائيه السوريه ولتكرم مجموعه ايضا من نجوم السينما والدراما في سوريا. خطوة فعلا كانت تحمل الكثير من المفاجآت والكثير من هيك إحساسنا بالسعادة للحفاوة الكبيرة التي استقبلنا بها، ولكرم الضيافة والاهتمام الأخوة اللي كانوا معني مسؤولين عن هذا المهرجان. أنا بشوفه أنه كان خطوة يعني غير مسبوقة وخطوة ضرورية جدا، خاصة أنها بين مدينتين بينهما توأمة تاريخية وبينهم شراكة بالتجارب المشتركة بالتواصل الإنساني. نحن بيننا وبين الأخوة العراقيين رحلة طويلة من سواء على المستوى الإنساني أو على مستوى ما مررت به أوطاننا. بكل الأحوال هذه تظاهرة جاء فيها 4 أفلام روائية ومجموعة من الأفلام القصيرة من السينما السورية، ومنتأمل أنه تكون مبادرة أو خطوة أولى باتجاه تعميق هذا التواصل، وأنه نشوف أسبوع سينمائي عراقي في دمشق إن شاء الله. نتوقع أن نشوف جزء ثاني، بما أنه هذا الجزء من الفيلم كان عن الأمراض النفسية أو الصراعات اللي تعيشها كل شخصية، فهل نتوقع أنه جزء ثاني نشوف به تطورات وتغييرات إلى الأفضل إن شاء الله بجزء ثاني؟ لا، هذا الفيلم اكتمل طبعا، موضوع الأجزاء بالأفلام غير واردة، لكن هذا الفيلم هو حكى عن ظلال الحرب السورية على مجموعة ناس أعتقد، لكن نأمل أنه في يوم من الأيام أن تخلص أوجاع الحرب من أرواحنا ونرجع نحكي عن بكرة كيف يمكن لنا أن نعيد للوطن بهاءه وألقه إن شاء الله. هنا دمشق ابتدأنا بهذه الجملة أسبوع الفيلم السوري، وأنهينا أيضا بها أسبوع الفيلم السوري، حيث استضفنا العديد من الفنانين السوريين وتم تكريمهم اليوم، وأيضا شاهدنا العديد من الأفلام التي تروي واقع الحرب في سوريا. فيا ترى هل سوف نرى من دمشق هنا بغداد أيضا؟ يا رب إن شاء الله تكون ختامها مسك.